صباح الخير، طلبة كلية صيدلة جامعة القاهرة سنة أولى. معاكم دكتورة كاميليا جورج، وهتسجل معاكم أول محاضرة اسمها Pharmacological Classification of Drugs Composed of Leads. أنت أو أنت خدتوا قبل كده في التقسيمة بتاعة الليفز إن إحنا ممكن نقسم النباتات بناء على كذا حاجة. ممكن أقسمها أبجديا بالألف ب، أو ممكن أقسمها حسب نوع العضو، إذا كان ورقة أو ساق أو جذر أو ثمرة أو بذرة أو زهرة، أو ممكن أقسمها حسب المادة الفعالة اللي أنت درستها تحت اسم secondary plant metabolites، أو ممكن أقسمها حسب تأثيرها الطبي اللي هو الفارماكولوجي. إحنا النهاردة هناخد التقسيم الفارماكولوجي لبعض أمثلة من النباتات الطبية اللي هي متكونة من أوراق. التداوى بالأعشاب أو بالنباتات الطبية مش بدأ بس من دلوقتي، ده بدأ من زمان قوي، من أيام قدماء المصريين، وإحنا لقينا فعلا بعض الرسومات لأنهم بيستخدموا أعشاب، وده برضو كان في الطب الصيني والطب الهندي الأيروفيدا، كمان وصولا إلى الطب الإسلامي شائع جدا. إحنا بس اللي بنعمله إن إحنا أثبتنا علميا إن المادة الفعالة هي لسبب التأثير اللي كان على أساسه بيستخدموه. طيب، عشان نفهم أهمية النباتات الطبية في حياتنا، عايزين نعرف بعض المصطلحات ونشوف إحنا في حياتنا كنا بنستخدم نباتات كتير. مثلا حاجة مسكنة للألم، أنا بسميها pain relief، اللي هو نبات الزعتر أو الثايم. يبقى pain relief يعني مسكن للألم، اللي هو نبات الثايم أو الزعتر. نبات ملين اللاكزاتيف زي الشبت أو الدل. في مثلا نبات بيعالج الربو، يعني موسع على الشعب، اللي هو للأزمة، زي السيزيم أو السمسم. في برضو بعض الأنواع من الدايجستيف ايدز أو المهضمة، زي الجارليك اللي هو التوم، أو منقي للنفس اللي هو بريث فريشنر زي المنت أو النعناع. طيب، في بعض المصطلحات الطبية بقى اللي احنا هنتفق عليها إن شاء الله لحد آخر إيه شغلنا في الصيدلة. يعني ما اقول لك جي اي تي، دي معروف انها اختصار للجاسترو انتستاينال تراكت او الجهاز الهضمي. فانت بعد كده هتلاقينا كتير، مش هقعد اقول بقى كل مره جاسترو انتستاينال، هقول لك جي اي تي. طيب، الجهاز الدوري اللي هو فيه القلب والاورده والشرايين، اللي هو كارديو فاسكولار سيستم، اللي هو اختصاره سي في اس. في ريسبيراتوري تراكت اللي هو الجهاز التنفسي واختصاره ار تي. طيب، في بقى حاجتين ليهم علاقه بالاعصاب، في الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو الاي ان اس، والسنترال نيرفس سيستم اللي هو السي ان اس. اوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي، بينما الجهاز العصبي المركزي اللي هو السي ان اس او السنترال نيرفس سيستم. طيب، كلمه انتي تعني مضاد، يعني ما اقول لك انتي سبازموديك يعني مضاد للتقلص. طبعا معروف سباز يعني تقلص، spasmodic مقلص، anti spasmodic يعني مضاد للتقلصات. في كمان anthelmintic طارد للديدان، anthelmintic طارد للديدان. anti cancer مضاد للسرطان. anti inflammatory مضاد للالتهابات، لان inflammation يعني التهابات. anti malarial مضاد للملاريا. astringent يعني قابض. المصطلحات دي لازم هتكتبها وتعرفها، لانها بعد كده على طول هتلاقي احنا بنقول تأثير المواد الفعالة اللي احنا هندرسها من النباتات. طيب، السيستم بتاع الكلاسيفيكيشن ده او نظام التقسيمه دي اللي هي تبع التأثير الفارماكولوجي، تفتكروا احنا ليه عملناها او ليه بنلجأ لها؟ لانها بتديني بديل لل أدوية في حالة عدم وجود الأصلي. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا عارف إن أنا مثلا بيبقى عندي مغص، بشرب كوباية شاي بنعناع، بحط عليها شوية نعناع. طب إيه بديل النعناع لو أنا ما عنديش نعناع وعايز إيه أضيع المغص؟ ممكن أخد كمون. فهنعرف بعد كده إن هما الاتنين بيشتركوا في بعض إيه المواد الفعالة اللي ليها نفس التأثير، اللي هو يا إما طارد للغازات أو مضاد للتقلص. فيبقى النظام ده بيقترح substitutes of drugs أو بدائل للنباتات الطبية في حالة عدم وجود الأصل. طيب، إيه بقى drugs acting on GIT؟ وأفكرك تاني، GIT اللي هي
gastrointestinal tract اللي هي الجهاز الهضمي. انا بعيد الكلام عشان انت تبقى عارف النطق الصحيح بتاعه. طيب في نباتات بتشتغل كطاردة للغازات، طاردة للغازات الاسم العلمي بتاعها كارميناتيف. يبقى انا اول ما اقرا على اي نشر دواء ان ده كارميناتيف، يبقى كارميناتيف يعني طارد للغازات، زي نبات المنتا اللي هو النعناع واليوكاليبتس اللي هو الكافور. يبقى المنتا اقول عليها منت واليوكاليبتس اللي هو الكافور، ده بيشتغل على المعدة وعلى الامعاء. طيب في بقى خلي بالك معايا، في حاجة اسمها لاكزاتيف وحاجة اسمها بيرجاتيف وحاجة اسمها كاثارتيك. لاكزاتيف يعني ملين، بيرجاتيف يعني مسهل، كاثارتيك يعني مسهل قوي او بمعنى اصح شربة. طيب اللاكزاتيف زي نبات البولدو، هو اسمه برضو بالعربي البولدو، او الارتيشوك اللي هو الخرشوف، يبقى ارتيشوك يعني خرشوف. بيرجاتيف يعني مسهل اللي هو نبات السنة او السنامكي. كاثارتيك يعني مسهل قوي او شربة، برضو هو نبات السنة السنامكي. بس عايز بقى ايه يعني نتكلم في الجزئية دي، حاجة بسيطة معلومة عامة ليك. اما بيكون عندي امساك بسيط باخد حباية، طبعا بيكون عندي امساك شديد هاخد حباية ولا حبايتين، طبعا هزود الجرعة. يبقى ايه الفرق بين مسهل ومسهل قوي؟ ان انا بزود الجرعة، لو عايزة تأثير يبقى اقوى طبعا هزود الايه الجرعة. طيب كارميناتيف اكشن هقرا الاول تعريفه بالانجليزي وبعد كده هنشرحه بالعربي عشان تبقى عارف الاثنين. It is an agent that prevents or relieves flatulence, gas in the gastrointestinal tract and in infants may help in the treatment of colic, thus a carminative cleans the bowels. يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا carminative يعني طارد للغازات، فبيقول لك هو عبارة عن مادة بتمنع او بتخلص الجسم من الفلاتولنس. فلاتولنس يعني انتفاخ، prevent تمنع، relieve يعني تخلص. ايه هو الفلاتولنس؟ gas in the gastrointestinal tract، غازات في الجهاز الهضمي. وطبعا احنا عارفين مثلا لو هناكل كرنب ده بيعمل ايه غازات، بناكل ثوم بصل كل الحاجات دي بتخلي فيه gases في الاستومك او غازات في المعده. طيب اللي عندنا لو حد عندنا في العيله معاه طفل صغير، ها دايما بعد ما ماما بترضع البيبي بتمسكه كده كده وتقعد تطبطب عليه وتكرعه، ايه التكريعه دي؟ بتطلع الجازز اللي في معدته. دايما الطفل بعد ما يرضع لازم ماما تقعد تطبطب عليه كده لحد ما يتكرع. طب حد فكر ليه؟ الغازات دي لما بتقعد في طفل المعده في معده الطفل بتعمل حاجه اسمها كوليك. كوليك يعني مغص، فدي بتبقى مؤلمه جدا، عشان كده البيبيهات صغيرين دايما بيعيطوا نتيجة المغص أو الغازات دي اللي في معدته. يعني معنى كده إن الكارميناتيف كلين ذا باول، يبقى المواد الطاردة للبيداء للغازات بتنظف الأمعاء، باولز يعني الأمعاء. طيب عايزة أفرق بقى ما بين أكشن ويوز. أكشن يعني تأثير، يوز يعني استخدام، ولازم أنت كصيدلي من الأول تعرف ها الفرق ما بين الاستخدام والإيه التأثير. الأكشن بتاعي إنها كارميناتيف، هي طاردة للغازات. طب اليوزز بتاعها تعالج ايه؟ طبعا بتعالج الفلاتولنس او الديستنشن اللي هي الانتفاخ. يبقى فلاتولنس هي مرادف لكلمة ديستنشن اللي هي معناها الانتفاخ. طيب لاكزاتيف اكشن، دلوقتي احنا اتكلمنا عن اللي هو طارد للغازات، هنتكلم دلوقتي عن الملين. هقراها برضو الاول بالانجليزي وحنشرحها مع بعض ونفهمها. Word laxative refers to a medicine or agent for treating constipation by stimulating evacuation of the bowels. طيب كلمة ملين تعني دواء أو مادة بتعالج الإمساك، يبقى constipation يعني إمساك. إزاي بقى؟ إنها بتزود حركة الأمعاء. طيب برضو عايزين نفهم، هو دلوقتي امتى انا بيجي لي احساس ان انا اخش الحمام؟ اما بيحصل حركه في الامعاء، ودي هنعرف اسمها بعد كده اسمها ايه. الحركه في الامعاء دي هي اللي بتخليني عندي احساس ان انا اخش الحمام عشان افضي الفضلات اللي عندي او البراز اللي هي اسمها بالانجليزي ستولز. ستولز يعني البراز. طيب الناس اللي عندها امساك بتبقى حركه الامعاء دي ضعيفه،
فباخد دواء اللي هو اسمه لاكزاتيف او ملين بيزود حركة الامعاء وبالتالي يخليني افضي. احنا قلنا باولز يعني امعاء. طيب bulk producing agent النوع الثاني اللي هو bulk producing agent. bulk يعني يعمل فوليوم او يعمل كتلة. فكرتها ببساطة ان الكتلة دي اللي بتتكون في الامعاء بتضغط على الجدار بتاع الامعاء فتزود حركة الامعاء فبالتالي الامساك يقل او يبقى في احساس ان انا عايز اخش الحمام. هقراها برضو بالانجليزي ونفهمها مع بعض. This work on the small and large intestine and generally take from 12 to 72 hours to work. They make the stool become bulkier and retain more water, thus promoting peristalsis, the wave of contractions that pass along the colon, propelling the stools along. مثال example الليتس والبروكولي اللي هو الخس والبروكولي. يبقى البالك بروديوسنج دي بتشتغل على الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه وبتحتاج من 12 ل 72 ساعه عشان تشتغل. بتخلي حجم البراز او الاسطول اكبر لانها بتحتفظ بالميه جواه فبالتالي بتحرك حاجه اسمها بيريستالسيس. ايه بقى البيريستالسيس دي؟ اللي هي حركه الامعاء اللي بتخليني عندي احساس ان انا عايز اخش الحمام. ايه بقى تعريفها؟ The wave of contraction that passes along the colon propelling the stools along. اللي هي حركة الأمعاء اللي بتضغط عليه عشان تطلع الستولز أو البراز. الأمثلة المعروفة ليها الجرجير والبروكلي. سوري الخس والبروكلي. طيب انواع اللاكزاتيفز بفكركم فيها اللي هم ثلاثه. الانواع ده يندرج تحت لفظ الاكشن تاثيره. بيشتغل يا اما فود بيز او بيشتغل بالك بروديوسينج او بيشتغل ستيمولنت او اريتر. طيب استخدامات الملين ايه بقى؟ احنا عايزين نفرق ما بين اكشن اند يوزز. استخداماتها بتعالج الكونستيبيشن. طيب انا عندي كام نوع من الكونستيبيشن؟ نوعين، acute وchronic. acute يعني حاد وchronic يعني مستمر. acute يعني انا في وقت من الاوقات جالي امساك عارض وليس مزمن، انما الchronic اللي هي الناس اللي على طول عندها امساك. وهنعرف بعد كده ان في انواع من النباتات الطبيه للacute وللchronic
constipation. كارديوتونيك دراج عبارة عن بعض المواد الفعالة اللي هي أفكرك اسمها سكت بلانت ميتابولايتس، وانت خدت منها أنواع اللي هي الجلايكوسايدز، برضو تذكرة بسيطة. جلايكوسايدز يعني مادة متكونة من جزئين اللي هو الشوجر بارت والنان شوجر بارت اللي هي الجلايكون والأجلايكون. نقراها مع بعض. كارديوجلايكوسايدز are derived from certain plants mainly vegetales leaves that exerts increase in the force of myocardial contraction and slowing of the heart rates. نبات المشهور قوي كمقوي للقلب اللي هو نبات الديجيتالس، والديجيتالس ده فيه كارديوجلايكوسايد، واحنا ان شاء الله هندرس مع بعض السنه دي انواع الديجيتالس والماده الفعاله اللي فيه. بيعمل ايه بقى؟ بيزود المايوكارديال كونتراكشن. مايوكارديال كونتراكشن اللي هي انقباض عضلات القلب. افكرك لو انت فاكر من ثانويه عامه ان القلب متكون من اربع اجزاء، اثنين اذين واثنين بطين، اللي هو اثنين اوركلز واثنين فانتريكل. وربنا خالق ان اما البطين بينقبض الاذين ينفرج عكس بعض عشان يضغط الدم، لان القلب عباره عن البامب او مضخه الدم لكل الجسم. طيب الناس اللي عندها قصور في عضلة القلب، الديجيتالس ده بيعمل حاجتين: بيزود الانقباض فبالتالي القلب يفضي الدم، وفي نفس الوقت بيقلل ضربات القلب. بمعنى ان هو الناس اللي عندها قصور في عضلة القلب تلاقي القلب عارف بيدق بس ما بيفضيش، عشان كده بيبقى عنده نهجان. في مريض القلب دايما تلاقيه عنده نهجان، فبيقلل ضربات القلب ويزود قوة الانقباض. يبقى هو عمل ايه؟ فضى القلب، ضغط الدم مظبوط، وفي نفس الوقت ريح عضله القلب. طيب اللي احنا قلناه قبل كده ده نفتكر مع بعض، هل ده اكشن ولا يوز؟ طبعا اكشن، لان هو ده تاثيره. طيب بيعالج ايه بقى؟ بيعالج حاجه اسمها congestive heart failure اللي هو الهبوط القلب الانقباضي. congestive heart failure يعني هبوط في القلب انقباضي، او الاوريكولار فايبريليشن اللي هي بسميها الفرفره الاذنيه. الاقي ان الاذين بينقبض وملوش دعوه بالبطين. احنا قايلين ربنا خلقنا ان لما الاذين ينقبض البطين ينبسط والعكس. ده بقى ما بقاش فيه الريتم. حد منكم شاف رسم قلب اللي هو اسمه الاي سي جي الالكتروكارديوجرام؟ يبقى فيه كده رسمه معينه، دي الطبيب يبقى فاهم ان في ريتم ما بين انقباض الاذين وانقباض البطن. اما يكون عنده لخبطه في الكلام ده، الديجيتالس او الماده الفعاله اللي فيها اللي اسمها كارديوجلايكوسايد بتعالج الكلام ده. نفتكر مع بعض بتعمل ايه؟ بتزود قوه الانقباض وتقلل ضربات القلب فبتريح عضله القلب. او ثالث حاجه الاسايتس. الاسايتس اللي هي الاستقصاء، ودي هنعرفها وهنتكلم عنها بعدين، اللي هو الجسم بيخزن ميه. افتكر بس هنا عشان احنا هنقولها بعد كده بالتفصيل. هي الديجيتالس بيشتغل تاثير غير مباشر على الكلى اللي احنا بنقول عليها الكلى، اللفظ بتاعها المظبوط الكلى اللي هي الكيدني. طيب اول حاجه كان الكارديوتونيك دراج اللي بيشتغل على السي بي اس. ثاني حاجه سيركيولاتوري ستيمولانت اللي هي منشطه للدوره الدمويه. نقراها مع بعض. A circulatory stimulant is a substance that improves blood flow through blood tissue. It promotes blood flow to the brain to improve memory and concentration, cognitive and brain function.
يبقى المادة اللي بتزود الدورة الدموية بتحسن مرور الدم، blood flow يعني مرور الدم لكل أجزاء الجسم. أفكرك القلب هي البامب أو المضخة اللي بتضخ. طيب إحنا محتاجين الدم في إيه؟ الدم ده بينقل لنا الأكسجين لكل أجزاء الجسم، ومعروف إن إحنا ما نقدرش نستغنى أو ما فيش أي عضو في أو خلية في الجسم تستغنى عن الأكسجين. وبالتالي الناس اللي عندها قصور في عضلة القلب يبقى عندها مشاكل صحية كتيرة جدا ناتجة عن نقص وصول الأكسجين. وأهمهم للبرين، البرين هو المخ. المخ ربنا خلقه إن هو ما يقدرش يتحمل قصور وصول الأكسجين ليه لمدة دقايق، وإلا بعد كده بيخش في اختناق والخلايا بتاعته بتبوظ. طيب الأكسجين اللي بيوصل للمخ ده بيحسن إيه؟ بيعمل إمبروف للميموري، بيحسن الذاكرة concentration، بيحسن التركيز cognitive اللي هو التعرف على الأشياء، وbrain function وظائف المخ عموما. وهفكرك بمرض لو انت سمعت عنه اسمه الزهايمر. ايه هو الالزهايمر ده؟ ده بيصيب كبار السن نتيجة ضعف وصول الدم المحمل بالأكسجين لأنسجة المخ، فبالتالي بيبتدي المريض ينسى. والألزهايمر ده بينسى الحاجات اللي لسه عاملها، يعني الشور تير ميموري بتروح، إنما بتخزن عنده حاجات من 40-50 سنة. إحنا شوية وشوية بنتعرف على المعلومات دي، وكل ما هتيجي فرصة هنشرح معلومات أكتر عشان نوضح التأثير. ثالث تأثير الكابيلاري فراجيليتي. فراجيليتي يعني هشاشة الأوعية الدموية. نقراها مع بعض. الكابيلاري فراجيليتي اللي هي the lack of resistance or susceptibility of capillary to damage under condition of increased stress. طيب lack يعني نقص، resistance المقاومة، susceptibility يعني القابلية بتاعة الأوعية انها تبوظ، دامج اندر كونديشن اوف انكريزد ستريس نتيجه التعرض لضغط. ودي مشهوره قوي للناس اللي عندها حاجه اسمها فاريكوز فين او مرض الدوالي. مرض الدوالي ده مرض مشهور جدا ودايما بيجي في الرجلين، وهنعرف ليه. هو ضعف
في جدار الأوعية الدموية. وبالتالي احنا نقول ايه؟ بنقول ايه؟ احنا واحنا واقفين كده جسمنا بيخضع للجاذبية. فمين اللي قادر ان هو يزق الدم لفوق عكس الجاذبية؟ الأوعية الدموية احنا قلنا الجدار بتاعها عبارة عن مسلز، فالجدار المسلز دي او العضلات دي بتضخ الدم لفوق. طيب لو في بقى ضعف او هشاشة في الأوعية الدموية دي، الجدار بتاعها الدم بيتخزن تحت. طب وليه بيتخزن في الرجلين؟ عشان الايه؟ الجاذبية. اكتر الجاذبية بتبقى على الرجلين ولا على الراس؟ طبعا على الرجلين. فالناس اللي عندها فاريكوز فين دي او عندها دوالي بيبقى نتيجة هشاشة في الجدار بتاع الأوعية الدموية، وبيبقى فيه تكتلات دموية وبتبقى مؤلمة جدا في الرجلين كلها. تالت حاجة هناخده، تالت أنواع من الأدوية اللي بتشتغل على الريسبيراتوري سيستم، اللي هي بتشتغل على الجهاز التنفسي. أول حاجة حاجة اسمها برونكو دايليتورز، يعني موسعة للشعب. برونكو جاية من برونكس اللي هي الشعب هوائية، دايليتورز جاية من دايلاتيشن أو موسعة. نقراها مع بعض. A drug that widens the air passage of the lungs and eases breathing by relaxing bronchial smooth muscle. طيب قبل ما نشرحها، احنا الرئة بتاعتنا بتكونة من ايه؟ من شعب هوائية. طيب هي الرئة دي مش بتنقبض وبتنبسط برضو عشان تدخل الهواء وتطلع الهواء؟ بتدخل الهواء اللي فيه اكسجين وتطلع الهواء اللي فيه ثاني اكسيد الكربون. فهي عبارة عن كلها عن muscles او عضلات. طيب البرونكو دايليتورز عبارة عن دواء وايدن، يعني بيوسع الاير باسج، ممرات الهواء، of the lungs اللي هي الرئة، and eases breathing، بيريح النفس، by relaxing bronchial smooth muscles، العضلات اللي موجودة في الشعب الهوائية بتوسع. ولو بصينا على الصور اللي تحت، الصورة اللي على الشمال مكتوب عليها normal bronchi، بلاقي ان الشعب الهوائية واسعة. نتيجة بقى عنده مشكلة، عنده دور برد، عنده أزمة، بيحصل ايه؟ الشعب الهوائية دي بتضيق، وبالتالي النفس بيكون ايه؟ صعب، مش قادر ياخد نفسه لان الهواء مش عارف يمر. يبقى البرونكو دايليترز بيوسع الشعب الهوائي. تالت حاجة بتشتغل على الجهاز التنفسي اللي هي الاكسبكتورانت او طارد للبلغم. يبقى اكسبكتورانت يعني طارد للبلغم. الميديكيشن that helps bring up mucus and other material from the lungs, bronchi and trachea. It promotes drainage of mucus from the lungs by thinning the mucus and also lubricates the irritated respiratory tract. نشرحها مع بعض. احنا بنقول اكسبكتورانت يعني طارد للغذاء. الناس اللي بيجي لها برد، ساعات يجي لها برد بكحة جافة او بكحة مويست، او بسميها بيبقى فيها بلغم، الاقي صدري مليان بلغم، فانا عايزة اطلع البلغم ده، فبيديني حاجة طاردة للبلغم. فالاكسبكتورانت عبارة عن دواء بيساعد الميوكس اللي هو المخاض اللي جوه ده او في اي حاجة انها تطلع من اللانج، من الرئة، البرونكاي اللي هي الشعب الهوائية، والتراكية اللي هي القصبة الهوائية. It promotes drainage of the mucus from the lung by thinning the mucus. ساعات البلغم اللي بيطلع ده يبقى الكثافة بتاعته سميك، فأنا مش قادر أطلعه، فالدواء اللي هو طارد البلغم ده بيخلي المخاط ده أو البلغم ده يبقى السمك بتاعه خفيفة أقدر وأنا بكح بطلعه من الجهاز التنفسي بتاعي. وفي نفس الوقت وهو طالع بيعمل لوبريكيت. عارفين يعني ايه لوبريكيت؟ زي ما بزيت موتور، هو موتور العربيه بحط له زيت ليه؟ عشان نقلل الاحتكاك. فانا اما يكون عندي دور برد كل الجهاز التنفسي بتاعي بيبقى ملتهب، فالبلغم ده وهو طالع زي ما يقولوا ايه، بيلطف القصبه الهوائيه عشان ما يحصلش جرح عندي وانا بكح.
مثال عندي اهو، ببص على الصوره اللي هي بي فوق، دي نوربل برونكاي تيوب اللي هي قطاع في القصب سوري الشعب الهوائيه، وواضح انها كلير خالص ما فيهاش اي ميوكس. بينما الصوره سي ده نتيجه مرض عنده، الاخضر ده ميوكس او مخاط. طبعا المخاط ده بيقلل مرور الهواء وبالتالي بيحسسني بالضيق تنفس. الحاجه الرابعه شغاله على الاوتونوميك نيرفس سيستم او الجهاز العصبي الطرفي اللي هو الاختصار بتاعه ENS. طيب عايزك بس تركز معايا هنا شويه، انت درست في ثانويه عامه الجهاز السمباثاوي والجهاز البارا سمباثاوي مش كده؟ طيب انا هديك هنا معلومه جديده بدون دخول طبعا في تفاصيل، لان انت لسه ان شاء الله هتدرس بعد كده الفارماكولوجي وهتلاقي ان الكلام ده انت عندك فكره عنه، بس انا بديك المصطلحات العلميه البسيطه اللي تساعدك انك تفهم. البارا سمباثاوي المرادف بتاعه كلمه اسمها كولينرجيك. كولينرجيك يبقى الجهاز البارا سمباثاوي الكلمه المرادفه اللي انت هتدرسها النهارده حاجه اسمها كولينرجيك دراج. طيب نقرا مع بعض، كولينرجيك دراج ار ميديكيشن that produce the same effect as the parasympathetic nervous system. يبقى الجهاز العصبي الباراسمباثاوي الكلمه العلميه بتاعته المرادفه اسمها ايه؟ كولينرجيك دراج. طيب في حاجه اسمها نيورو هرمون او هرمون بيشتغل على الجهاز العصبي اللي هي نيورونز، الهرمون ده اسمه الاسيتايلكولين. يبقى انا عايزاك بس تعرفي ان الجهاز الباراسمباثاوي الاسم المرادف بتاعه ايه؟ كولينرجيك. ها؟ وايه النيورو هرمون اللي فيه؟ الهرمون اللي بيتفرز اسمه الاسيتايل كولين. نقرا مع بعض وبعدين نكمل. اسيتايل كولين is the most common نيورو هرمون responsible for the everyday work and activity of the body such as salivation, digestion and muscle relaxation. طيب الاستايكولين ده بقول لك ده عباره عن نيورو هرمون، يعني ايه؟ هرمون بيفرز في الجهاز العصبي، تمام؟ مسؤول عن ايه بقى؟ بيقول لك مسؤول عن الانشطه بتاعت حياتي العاديه. ساليفيشن اللي هي افراز اللعاب، واحنا عارفين اللعاب او الريق بتاعنا ده بنستخدمه في ايه؟ دايجيشن الهضم، الجسم المعده بتفرز اتش سي ال او حمض الهيدروكلوريك اللي بسميه الجاستريك جوس اللي هو مسؤول عن هضم الاكل. والماسل ريلاكسيشن انبساط العضلات، يعني وانت عايش حياتك العاديه الجسم بيفرز حاجه اسمها اسيتايل كولين، وده يتبع الجهاز الباراسمباثاوي اللي هو الاسم المرادف بتاعه اسمه الكولينرجيك ها سيستم او الكولينرجيك دراجز. الكولينرجيك دراج بتستخدم للسيطره على مرض اسمه الجلوكوما، والجلوكوما دي تفسيره هو الميه البيضاء. الميه البيضاء اللي بتيجي تعمل عتامه على عدسه العين بيبقى مصاحبها زياده في ضغط العين اللي بسميها انترا اوكولار بريشر او اختصارها اي او بي. فالكولينرجيك دراج بتساعد انها تقلل الاي او بي وبالتالي ممكن تسيطر على الجلوكوما. طيب افكرك بقى الجهاز السمباثاوي اللي هو كان في الادرينالين، وافكرك اما بتتخض ايه اللي بيحصل؟ ضربات قلبك بتزيد، ها؟ النفس بيزيد مش كده؟ لو حصل اكسايتيشن او اثاره او خفت على طول الجهاز السمباثاوي بيشتغل وبيفرز لي الادرينالين. طيب كده نفتكر مع بعض، يبقى الكولينرجيك اللي هو الجهاز الباراسمباثاوي واللي بيفرز فيه الاستايل كولين. طيب السمباثاوي المرادف ليها انتي كولينرجيك، ده كان كولينرجيك هي اسمها انتي كولينرجيك واللي بيفرز الايه؟ الادرينالين. دول عباره عن نيورو هرمون او نيورو ترانسميتر. نيورو جايه من ان هو بيفرز في الجهاز العصبي. طيب الاستايل كولين في حياتي العاديه لافراز اللعاب، لافراز العصاره الهضميه عشان اهضم الاكل، لتريح عضلاتي. بينما الادرينالين في حالة الاكسايتيشن، أول ما أخوف أخاف على طول، ضربات قلبي بتزيد، نفسي بيزيد، بنهج، ها؟ بحس إن عينيا حصل حاجة اسمها بين بوينت بيوبل، حدقة العين بتتجقق قوي، كل ده نتيجة إفراز الإيه؟ الأدرينالين. طيب
اهي لسه بقول اهو، الانتي كولينرجيك دراج عباره عن مجموعه تانية من البرونكودايليتور اللي بتاثر على الايه البرونكاي. احنا قلنا البرونكاي هي ايه؟ موسعه للشعب. موسعه للشعب يعني ايه؟ يعني العضلات بتاعه القصبه الهوائيه او بتاعه الشعب الهوائيه اما بتنقبض الانتي كولينرجيك او اللي هي السمباثيك بتعمل لها برونكو دايلاتيشن او بتوسعها. احنا هنراجع تاني لان احنا ان شاء الله هنكمل مع بعض. هناخد امثله لدراجز اكتنج على الاي ان اس اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم، وهنعيد تاني حته الكولينرجيك والانتي كولينرجيك اللي هي السمباثيك والباراسمباثيك الادرينالين والاسيتايلكولين. انا بقولها باختصار شديد، انا يهمني بس المعلومه البسيطه دي لان انت ان شاء الله بعد كده هتدرس الميكانيزم بتاعها ازاي بتشتغل بالظبط. طيب كل اللي قلناه ده كان الدراجز اللي بتشتغل على الاي ان اس اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم او الجهاز العصبي الطرفي. طيب ايه بقى انواع من الامثله من الدراجز اللي بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي اللي هو السي ان اس؟ اول حاجه اللي هي السي ان اس ديبريسنت اللي هي اللي بتعمل تثبيط، ديبريسنت يعني مثبط للجهاز العصبي المركزي. نقراها مع بعض. سي ان اس ديبريسنت sometimes referred to as sedatives and tranquilizers are substances that can slow brain activity. This property makes them useful for treating anxiety and sleep disorders. طيب قبل ما اشرحها معاك وعايزين نقولها مع بعض، دلوقتي انا عندي امتحان وقلقان جدا، فبروح لدكتور يقول لي ايه؟ طيب انا هديك حاجه اسمها ترانكيلايزر. ترانكيلايزرز اللي هي مطمئنه، والترانكيلايزرز دي اول مستوى في اللي هو السي ان اس ديبريسنت، يعني اول مثبط للجهاز العصبي المركزي، بيديك دواء مطمئن بسيط. وترانكيلايزرز جايه من كلمه الفرنساوي اللي هي ترانكيل يعني هادي. طيب انا مشدود اكتر، مشدود اكتر، فهيديني حاجه ها للانكزايتي. الانكزايتي اللي هي القلق، انا قلقان عندي انكزايتي قلق، فبيديني حاجه اقوى شويه تهديني. طيب انا ما بنامش بقى، هيديني حاجه للسليب ديس اوردرز اللي هي مشاكل النوم اللي بسميها هيبنوتيك. هيبنوتيك حاجه منومه. طيب انا داخل عمليه، هعمل عمليه بيديني بنج. البنج ده بقى ها اللي هو ايه؟ انالجيسيك. البنج ده عباره عن ماده بتشيل الالم وبتخدرني خالص، تعمل انستيزيا، هي مسكنه للالم لان انا بتخدر تماما، يبقى في انستيزيا تخدير كامل، ده مثبط للجهاز الايه؟ العصبي المركزي. يبقى هنقول ترانكيلايزرز مطمئن، سيداتيف مهدئ، هيبنوتيك منوم، انستيتيك مخدر. هقولهم تاني، ترانكيلايزرز مطمئن، سيداتيف مهدئ لو انا عندي انكزايتي عندي قلق شويه، هيبنوتيك منوم لو انا عندي سليب ديس اوردرز، بخش عمليه باخد انستيتيك اللي هو مخدر. يبقى دي الاربعه جريدز او الاربع مراحل للسي ان اس ديبريسنت او مثبطات الجهاز العصبي المركزي. طيب على النقيض بقى السي ان اس ستيمولانت اللي هي الايه؟ المحفزات للجهاز العصبي. نقراها مع بعض. CNS stimulants are agents that increase physical activity, mental alertness, and attention span. The exact mechanism of action of these agents or receptors they may be affect is not known. إلى الآن مع تقدم العلم ما عرفناش إلا حاجة قليلة جدا من هي منشطات الجهاز العصبي المركزي. اللي هي بتعمل إيه؟ بتزود الفيزيكال أكتيفيتي. وندي مثال، أنا عايزة أذاكر فبروح أعمل كوباية شاي تقيل أو أعمل فنجان قهوة دبل عشان أصحصح. ليه؟ لان القهوه والشاي فيها ماده اسمها كافيين، والكافيين ده محفز للجهاز العصبي المركزي. مش بس كده، بيزود المنتل اليرت، بس يخليني كده مصحصح، والاتنشن سبان، الاتنشن بتاعي شايف كل اللي حواليا لان انا حصل عندي تنشيط للجهاز العصبي المركزي. والى الان مش قادرين يعرفوا الميكانيزم اوف اكشن شغال ازاي. طيب هناخد بقى امثله لدراجز شغاله على اليورينال تراكت، وهي اول حاجه منها الدايوريتكس. دايوريتكس يعني مدره للبول، بالدال مش بالضاد، مش مضره للبول، مدره، بتزود ادرار
البول، يعني تخليني أخش أعمل حمام أكتر. نقرأ مع بعض. Diuretics are medicines that help reduce the amount of water in the body that occurs with some medical conditions such as congestive heart failure, liver and kidney disease. يبقى المواد الدايوريتكس اللي هي المدرة للبول بتقلل كمية المية اللي موجودة في الجسم. طيب الجسم بيخزن مية امتى؟ لسه هقول لكم بقى دلوقتي السبب المهم قوي. احنا قلنا يا جماعة الناس اللي عندها قصور في عضلة القلب بيحصل عندها حاجة اسمها أسايتس أو استقصاء. يعني استقصاء المية في الجسم بتتجمع وبالذات في البطن. طيب نعرف كده معلومة، هي طبعا معلومة مبسطة جدا جدا وإن شاء الله هتدرسها بالتفصيل بعد كده بس عشان تبقى عارفة. اللي عنده قصور في عضلة القلب النبض عنده بيبقى ضعيف وبالتالي ضغط الدم قليل. ربنا خالق الكلى بتاعتنا ما بتشتغلش إلا ما يكون الضغط الدم مظبوط. هي الكلى إيه وظيفتها في الجسم؟ بتفلتر الدم مش كده؟ يعني الكلى عن طريقها بينزل البول. طيب لو ضغط الدم ضعيف هل الكلى هتشتغل؟ لا مش هتشتغل، وبالتالي الجسم بيخزن مية لأن الكلى بتطرد المية الزيادة على هيئة البول من الجسم. عشان كده بقول إن الكارديوتونيك أو المادة اللي بتقوي عضلة القلب بتشتغل كمدرة للبول برغم انها ما بتشتغلش على الكلى. طب نفهم بتعمل ايه؟ المادة اللي بتشتغل وتزود انقباض ضربات القلب، العضلة بتاعت القلب تنقبض، اول ما القلب انقبض مظبوط الضغط ارتفع، ضغط الدم اول ما بيرتفع مين اللي هيشتغل بقى؟ مين اللي كان كسلان ومش هيشتغل؟ الكلى، فهتبتدي تنزل المية المخزنة في الجسم. يبقى هقولها تاني بالعربي وهشرحها بالانجليزي. المواد اللي هي مقوية لعضلة القلب زي الديجيتاليس بتشتغل كمدرة للبول indirect بطريقة غير مباشرة. ليه؟ لأنها بتزبط ضغط الدم، وأول ما ضغط الدم بيتزبط الكلى بتشتغل. الكلى وظيفتها إيه؟ إنها تفلتر الدم، وبالتالي المية اللي متخزنة في الجسم نتيجة إن عضلة القلب ضعيفة و ما الضغط الدم ضعيف وبالتالي الكلى ما بتشتغلش بيشتغل، فابص الاقي ان الجسم اتخلص منه. يبقى cardiotonic drugs act as diuretics indirectly because they improve the heart tone and blood pressure. So the kidney will function by filtering the blood and removing excess water from the body. اعتقد انها اتفهمت كده، لان ببساطه شديده الناس اللي عندها مشكله في القلب الكلى ما بتشتغلش، الضغط ضعيف، ضغط الدم ضعيف فبتخزن ميه. اول ما باخد حاجه بتخلي القلب يشتغل مظبوط، الضغط بيشتغل مظبوط، فالجسم على طول الكلى بتشتغل وبتفلتر الدم. ده اللي احنا قلنا اهو. Some diuretics are also prescribed to treat high blood pressure by acting on the kidney to increase urine output, thus reduce the amount of fluid in the bloodstream which is turns lowers blood pressure. هقول تاني برضو معلومة، الناس اللي عندها ضغط عالي دايما يقول له ايه؟ ما تاكلش ملح، قلل الحوادق. طيب حد سأل نفسه ليه؟ اما بياكل ملح الجسم بيخزن مية مع الملح ده تبع الضغط الأزموزي. كلت ملح كتير جسمي هيخزن مية في الجسم عشان يقلل التركيز بتاع الملح في الجسم. طيب أما خزن مية الفوليوم أو حجم الدورة الدموية زادت. طيب أما حجم الدورة الدموية بيزيد إيه اللي بيحصل؟ ضغط الدم ماله؟ بيرتفع. فبيقولك إن مدرات البول دي بتساعد إنها تخلص الجسم من السوائل الزايدة. طب ده ممكن يعالج ضغط الدم؟ اه ممكن يعالج الناس اللي عندها ضغط دم ايه؟ فدايما الناس اللي عندها ضغط دم عالي تلاقي الدكتور مديله دواء مدر للبول، يخش الحمام كتير عشان يقلل حجم السوائل في الجسم وبالتالي ضغط الدم العالي يبتدي ينزل. انا بشرح الكلام ده بطريقة بسيطة جدا اقرب ما تكون للناحية العلمية، انما انت ان شاء الله في الفارماكولوجي في سنة ثالثة هتدرس الكلام ده بالتفصيل، بس عندك البيز انفورميشن او عندك المعلومة البسيطة عن التأثير. طيب يورينري انتيسبتكس اللي هي مطهرات
لمجرى البول. كتير مننا يجيله التهاب في مجرى البول، وده طبعا بعيد عننا جميعا، بيبقى مؤلم جدا لان بيبقى فيه التهاب، فبيبقى فيه حرقان في البول شديد، وبيبقى فيه كمان قصور في البول، يعني البول بتنزل نقطة بسويت لان فيه التهاب. فباخد حاجة اسمها يورينري انتيسابتيك او مطهر لمجرى البول. نقراها مع بعض. Urinary antiseptic is a drug mainly excreted by the way of the urine and performs its antiseptic action in the blood. يبقى مطهرات البول بتفرز في البول وبتطهر البلادر اللي هي المثانة، اليورينري بلادر اللي هي المثانة البولية. يبقى المادة دي بتفرز مع الكلى في مجرى البول وبتطهر كل المجرى وهي نازلة لو في أي التهاب. These drugs may be given before examination and or operation of the urinary tract and they are sometimes used to treat urinary tract infection. بتستخدم طبعا قبل العمليات اللي بتتعمل وبتستخدم كعلاج لالتهابات مجرى Anti-spasmodic drug. انا لسه بقول anti يعني مضاد وspasmodic يعني مقلص. فanti-spasmodic يعني medication that relieves prevents or lower the influence of muscle spasm. يعني الناس اللي بتجيلها مغص بتاخد حاجة بتشيل التقلصات دي وبتقلل المغص، لأن المغص ده بيجي نتيجة انقباض السموث muscles، بتيجي انقباض العضلات بتاعت المعدة، الأمعاء، المثانة، أيا كان أي جزء في الجسم بينقبض بيعمل حاجة اسمها كوليك مغص. فالأنتي سبازموديك ده أكشن بيعالج لي ايه؟ بيعالج الكوليك اللي هو المغص. انتي اوكسيدنت، ودي بقى اللي هي مضادات الاكسده، ودي عايزين نتكلم عليها شويه لانها مهمه قوي الايام دي. بنسمع كتير جدا عن انتشار مرض السرطان طبعا بعيد عن الجميع الفتره دي بالذات نتيجه ملوثات الجو. ملوثات الجو او الاير بوليوشن بتديني حاجه اسمها شرائط حره او فري راديكلز. الفري راديكلز دي بتخش على خلية الجسم، على النواة، تخش تخلي الخلية من خلية عادية لخلية مسرطنة. هو ايه الفرق بين الخلية العادية والخلية المسرطنة؟ ربنا خالق نسبة انقسام الخلية ليها ريت معين، اول ما الخلية تتحول لخلية سرطانية بتنقسم بحساب، عشان كده بتعملي الاورام. طيب ايه احد مسببات تكوين السرطان؟ اللي هي الفري راديكلز، اللي هي الشرائط الحره، اللي هي جايه منين؟ جايه من ملوثات الجو اللي هي بتخش على الخليه، على النواه، وتحولها من نورمال سيل لكانسر سيل. الفرق تاني بينهم ان النورمال سيل الخليه العاديه بتنقسم بريت معين بنسبه معينه، بينما الخليه الكانسر اللي هي المسرطنه بتنقسم بريت عالي جدا جدا فبتعمل لي الاورام. نقرا الكلام ده. They are capable of counteracting the damage effects of oxidation, thus reducing the risk of cancer and slowing its propagation. Well-known antioxidants such as vitamin C and E act as free radical scavenger. هنقول تاني معنى السلايد ده. أنا بقول الفري راديكال اللي هي الشرائط الحرة هي الأساس لتكوين السرطان. مش هقول ان الانتي اوكسيدنت بتعالج السرطان، انا ما بقولش انها بتعالج، انا بقول انها بتقلل نسب الاصابه. ليه؟ لانها تعتبر على حاجه اسمها فري راديكال سكافنجر بتقبض عليه. طيب اما سكافنجر يعني بتقبض على الفري راديكال، هو الفري راديكال بيعمل ايه؟ يخش يحول نواه الخليه من خليه عاديه لخليه سرطانيه. فاذا هي بتعمل ايه؟ ريديوس الريسك، بتقلل الاصابات وليس تعالج السرطان، عشان يبقى فاهمين. زي ايه؟ فيتامين سي او اي. طيب انا هقول كمان اي حاجه ملونه، فلفل ملون، فراوله، فريز، اي حاجه ملونه. الحاجات الملونه دي عباره عن انتي اوكسيدنت، فعشان كده احنا لازم الدايت بتاعنا او اكلنا يبقى هيلثي. هيلثي نحاول ان احنا ناكل حاجات ناتشرال وفري وكالورد، ناخد فيتامين سي، ناخد فيتامين اي، ناخد حاجات ملونه عشان هيبقى فيها انتي اوكسيدنت. الانتي اوكسيدنت تشتغل كايه؟ فري راديكال سكافنجر، بتمنع تاثير الشرائط الحره على الخليه فتقلل من
نسب حدوث السرطان ولا تعالج السرطان، يعني الإبشار اللي جاله كانسر مش هيتعالج بالأنتي أوكسيدنت، هيتعالج بقى بسكة تانية خالص. أنتي إنفلاماتوري اللي هي دراجز تعمل إيه؟ تقلل الإنفلاميشن. يعني إيه إنفلاميشن؟ اللي هي الالتهابات. يبقى أنتي إنفلاماتوري دراج إز ذات أكتنج تو ريديوس سيرتن ساينز أوف إنفلاميشن. إيه علامات الإنفلاميشن؟ سويلينج يعني ورم، فيفر يعني حرارة، وبين يعني ألم. الأنتي إنفلاماتوري بتعمل إيه؟ بتقلل الالتهاب وبتقلل أعراض الالتهاب. Some astringents have been used to treat diarrhea symptoms of inflammation of the mucous membrane of the throat and eyes conjunctiva. بيقول لك بعض المواد القابضة دي بتعالج diarrhea. diarrhea اللي هي الإسهال، اللي هو عكسها الconstipation اللي هي الإمساك. طب أفكر كده، احنا قلنا الdiarrhea، ها؟ الconstipation قبل كده كانت حركة الأمعاء ضعيفة، فأنا بزودها. طب تفتكروا الإسهال بيجي منين؟ إن حركة الأمعاء اللي اسمها البيريستالسيس دي عالية، ففي إسهال. ما هي لو الحركة قلت بقى في إمساك، لو البيريستالسيس زاد بقى في إسهال. طيب الأسترينجنت دي أو التنن بيقلل البيريستالسيس، يبقى هيعالج الدايرية ولا لأ؟ هو يزود الإمساك بس يعالج الدايرية. كمان بتعالج السيمبتومز أوف إنفلاميشن، أعراض الالتهاب اللي موجودة في الميوكس ممبرين اللي هي الطبقة اللي موجودة عندنا في المريء وفي القصبة الهوائية بالنسبة للزور وبالنسبة للعين. في بعد كده حاجة اسمها هيباتو بروتكتيف دراج. هيباتو جاية من ليفر أو بتعالج الكبد، يبقى هيباتو بروتكتيف دراج اللي هي بتمنع إصابة الكبد. نقراها، هيباتو بروتكتيف دراج is that which prevent liver from injury or disease and mitigate the liver injury caused by hepatotoxic agent. mitigate يعني بتقلل إصابة الليفر اللي هو الكبد نتيجة أي حاجة مضرة للكبد. يبقى hepatoprotective بتحمي أو بتعالج الكبد. بشكركم على المحاضرة دي وإن شاء الله نكون استفدنا معكم.